شوية البصلان طحونة، جوج دروس، جوج دروس البصلان طحونة، قطات الكزبر، الحمص مسلوق، قطات المعدنوس وقطات الكرافس، وواحد كنورة، وشوية العدس، صفيفرة، واحد البيضة، الجنجبيل سميتو، سكينجبير، الخرقوم، البزار، التحميرة، مطيشة، شوية د اللحم، يا وشوية ديال الحوت. وربع قزبور المعدنوس والكرافس بصلة محكوكة هذا كنزيدو عليهم مطيشة مطحونة ايوا هادشي كنتبعو ليه التوابل صافي الملحة والتحميرة شوية دوبزار سكينجبير والخرقوم كاس نتاع الماء كبير كنحركو المسائل كاملة كاس نتاع الزيت وكنخلطو المسائل وكنحطوها فوق العافية ملي كنحركو هادشي كنحطوها فوق العافية ربع ساعة ولا ثلث ساعة ومن بعد كنزيدو القدر ديال الماء وملي كيطيب داك الماء كيتغلى كنزيدو عليها الدقيق الخليط ديال الدقيق مع المطيشة ديال الحك وواحد كنورة وهادشي كيبقى تا كيطيب كامل وكنهرسو واحد البيضة ونزيدوها فوق منها وها الحريرة جاهزة Thank you.